تحتفي الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة خريجاتها سارة بدر المنسق العام لمنتدى شباب العالم وندى أمين عضو اللجنة المنظمة للمنتدى في قمة المستقبل تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك بعد اعتماد مشاركة منتدى شباب العالم في القمة الذي نجح في احتلال مكانة مرموقة عالميا بين المنصات الشبابية ذات التأثير العالمي. وتؤكد الأكاديمية الوطنية للتدريب أن الدولة المصرية أولت منذ عام 2014 اهتماما خاصا بملف الشباب وتمكينهم، وكان من أبرز إنجازات هذا الملف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وما انبثق عنه من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم وغيرها من الكيانات الشبابية. وقد تحول هذا التوجه في السنوات اللاحقة إلى توجه عالمي اقتدت به العديد من الدول في المنطقة والعالم بما يتعلق بتأهيل الشباب وتمكينهم. وينظم المنتدى في جميع نسخه السابقة بأياد وخبرات شبابية من أبناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وتحت رعايتها، وهم الذين نجحوا في تحويله إلى منصة ذات تأثير إقليمي وعالمي.